في القرن الخامس عشر ولد خوان بونسي دي ليون في بلدة إسبانية صغيرة، وكان يعمل في بلاط الملك فرديناند الخامس والملكة إيزابيلا الأولى. أبحر بونس دي ليون مع كريستوفر كولومبوس في رحلته الثانية إلى أمريكا عام 1493، ولاحقاً أنشأ أول مستعمرة فيما يعرف الآن ببورتوريكو، وأصبح بونس دي ليون حاكماً عليها وارتقى ليصبح أحد أغنياء إسبانيا. لكن دي ليون سمع عن شيء اسمه ينبوع الشباب الذي إذا شرب منه الإنسان بقي شاباً طول العمر، فقرر أن يبحر بحثاً عن جزيرة بيميني اللي فيها الينبوع. لكنه لما وصل لم يجد ذلك الينبوع السحري، فواصل الإبحار حتى اكتشف فلوريدا. إلا أنه يبدو أن حلم دي ليون قد تجدد قبل سنوات، لكن هذه المرة بطريقة علمية تخلو تماماً من الأساطير. منذ زمن طويل والعلماء يتساءلون لماذا يتقدم الإنسان في السن، فوجدوا أنه كلما كبر الإنسان تدهور منسوب البروتين في داخل جسمه إلى أن تتوقف الخلايا عن التجديد. فشو اللي يصير؟ يبدأ الشعر الأبيض يغزو الوجه والرأس، وتظهر التجاعيد، وتبدأ الأمراض تغزو الجسم من كل مكان، كالسكري وأمراض القلب والسرطان والزهايمر وغيرها. لاحظ العلماء أيضاً بأن الخلايا تصيبها عمليات أكسدة أو أوكسيديشنز فتبدأ تضمحل. الخلية فيها شيء اسمه ميتوكوندريا اللي يلقبونها ببيت الطاقة باور هاوس، وهي المسؤولة عن تحويل الأكل اللي ناكله إلى طاقة كيميائية تستهلكها الخلية لكي تستمر في العمل. وبعض الخلايا تستهلك طاقة أكبر كخلايا العضلات، وبالتالي تكون فيها ميتوكوندريا أكثر. السؤال الآن، لماذا تحصل عمليات الأكسدة؟ أحياناً الجسم يصيبه خلل بسبب شيء اسمه فري راديكلز، وهي ذرات ثائرة إن صح التعبير تطلق مواد كيميائية ضارة في داخل الجسم. هذه الذرات تحدث لعدة أسباب، منها نوعية الأكل اللي ناكله والتلوث البيئي والإشعاعات الضارة اللي نتعرض لها طول الوقت. تعرفون كيف؟ من خلال الأشعة فوق البنفسجية اللي تينا من الشمس ومن بعض أنواع إضاءات المنازل، وحتى لما نسافر نتعرض لأشعة خطيرة في داخل الطائرة. الشيء الغريب هو أن التوتر الدائم والحاد يحفز لفري راديكلز في أجسامنا، ولهذا يسبب أمراض خطيرة. في نظرية تقول أن الفري راديكلز تهاجم بيت الطاقة أو ميتوكوندريا في داخل الخلايا، فتبدأ الخلايا تضعف حتى تنهار. ليش؟ لأن مصدر الطاقة في داخلها صار لا يعمل. لكن هالنظرية قديمة نوعا ما، وهناك نقاشات كثيرة حولها. هناك سؤال يؤرق البشر منذ القدم، وهو هل يمكن أن تكون هناك طريقة لكي يستعيد الإنسان شبابه؟ للإجابة عن هذا السؤال قام مجموعة من العلماء بتجربة غريبة. قاموا بجرح فأرين، واحد متقدم في السن والثاني شاب، وبعدين ربطوهما ببعض عن طريق خياطتهما ولصق الجرحين ببعض علشان تختلط دمائهم. فوجدوا بعد فترة بأن الفأر الشاب شكل خلايا قليلة في دمه، الأمر اللي ما يتناسب مع سنه الصغير. أما الفأر الشايب فتشكلت في دماغه خلايا كثيرة أيضا بشكل ما يتناسب مع سنه المتقدم. وفي تجارب أخرى مشابهة على الفئران وجدوا بأن دم الفأر الشاب حسن من قدرة عظام الشايب على الالتئام بسرعة، وقوى عضلاته وحسن ذاكرته. فبرز السؤال المهم، هل يمكن للشباب أن يعود يوما؟ في عام 1980 اكتشفوا مجموعة من العلماء وهم إليزابيث بلاكبيرن وكارل جرايدر وجاك شوستاك، اكتشفوا شيء غير مفهوم الطب تماما للتقدم في السن، وفازوا عليه لاحقا جائزة نوبل في الطب. خل أخبركم شو هذا الشيء. هذه هي الخلية. في داخل كل خلية كروموسوم على شكل حرف X مثل ما تشوفون. وجدوا أنه في أطراف الكروموسوم الأربعة هناك جزء اسمه تيلومير، وهو أشبه بقطعة البلاستيك في خيط الحذاء. لاحظوا أن الخلية كلما تنقسم، وهي عملية مهمة لكي تجدد جسم الإنسان، يقصر طول التيلومير إلى أن يصير قصيرا جدا عندما يتقدم الإنسان في السن، فتعجز الخلايا عن الانقسام
وتضمحل أعضاء الجسم وتنتهي طاقته إلى أن يموت. ووجدوا أيضا بأن هناك إنزيم يسمى تيلومريز هو اللي يصلح التلومير ويبقيه طويلا. هنا برز السؤال الكبير في عالم الطب، هل التلومريز هو ينبوع الحياة؟ في عام 2010 قام عالم جينات من هارفارد اسمه رونالد ديبينو قام بتعديل جينات فئران في داخل مختبر. فشو سوى؟ نزع إنزيم تيلومريز من أجسامها، فوجد أن صحتها تدهورت بسرعة وصاروا تقريبا غير قادرين على الإنجاب، وأصابتهم أمراض الشيخوخة والهشاشة في العظام والسكري وغيرها، وأيضا انتكست خلاياهم العصبية وأصبحوا يموتون بسرعة. ثم قام بحقنهم بمواد كيميائية محفزة للتيلومريز، وبعد شهر واحد فقط كانت المفاجأة، رجعت الخصوبة إلى الفئران، وبدأت أعضاءها الداخلية كالكبد والأمعاء والطحال بدأت تتعافى، أما أدمغتها بدأت تكبر من جديد لأن الخلايا العصبية في داخلها بدأت تتجدد. تصوروا، وأيضا رجعت لها خلايا الشم اللي فقدتها أثناء التجربة. يعني باختصار استعادت الفئران شبابها. حد بيقول طيب هذا كله صار على الفئران، ماذا عن الإنسان؟ رغم أن وكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA لم تصرح باستخدام علاج تيلومريز على البشر، إلا أن هناك امرأة اسمها إليزابيث باريش، هذه هي المدير التنفيذي لشركة بايو فيفا، قامت بتجربة العلاج على نفسها. ليش؟ قالت بأن شركتنا تنتج هالعلاج فأنا بكون patient zero أو المريض صفر. لكن وين سوته؟ في كولومبيا وليس في أمريكا عشان ما تدخل في قضايا مع الدولة، مما أثار حفيظة العلماء حول العالم لأن هالموضوع لم يثبت بعد. إليزابيث اللي تبلغ من العمر 45 عاما أخذت الدواء علشان تعالج شيئين، الأول هو علاج مشكلة فقدان عضلات الجسم لكتلتها، وهذا الشيء يحصل كنتيجة للتقدم في السن، والثاني لعلاج نضوب طاقة الخلايا الجذعية وهي الخلايا الاحتياطية في أجسامنا إن صح التعبير اللي تحل محل الخلايا الميتة. السؤال الآن هو ماذا كانت نتيجة العلاج؟ بحسب تصريح شركة بايو فيفا فإنه بعد عام تقريباً زاد طول التيلوميرز في إليزابيث بنسبة 8% تقريباً، وتقول الشركة بأن هذا يعني بأن عمر إليزابيث صغر 20 عاماً، إلا أن العلماء الغاضبين لم يأكدوا هذا الكلام حتى تثبته الأبحاث والدراسات والتجارب. ورغم أن العلاج بإنزيم التيلومريز لم يثبت علمياً حتى الآن بأن فعلاً يعيد الشباب لجسم الإنسان والحيوان، إلا أنه من أكثر العلاجات اللي يعكف العلماء على دراستها. العلماء يخافون أن يضر هذا العلاج بالخلايا اللي في الجسم ويحولها إلى خلايا سرطانية، ولكن منهم من قال لا، هذا العلاج سوف يشجع الخلايا المسرطنة أصلاً في داخل الأورام وحولها ويخليها أكثر شراسة، أما الخلايا السليمة فلن تتأثر. من يدري؟ الأيام والعلماء والتجارب كفيلين ببيان الحقيقة. في السبعينات راودت الفرنسي ريمون مارتينو فكرة غريبة، فاشترى قصراً في فرنسا ووضع فريزر ضخم في قبو ذلك القصر، وقرر أن يحفظ جثته هو وزوجته في هذا المكان بعد أن يموتا، على أمل أن العلم بيتقدم والعلماء بيقدرون أنهم يردونهم للحياة مرة ثانية في 2050. وفي عام 1984 زوجته مونيك توفيت، وقام بوضع جثتها في داخل الفريزر، ولما توفي هو في 2002 قام ابن ريمي بتنفيذ وصيته وحط جثته في نفس الفريزر إلى جانب جثة والدته. تصوروا، لكن في 2006 اكتشف ريمي بأن الفريزر ارتفعت حرارته من -65 إلى -20، مما يعني فساد الجثث، فلم يكن أمامه إلا أن حرقها. لكن ما فعله ريموند لم يكن خيالات حالم، ففي يونيو 2016 بدأ العمل على إنشاء أكبر مركز في العالم لحفظ الجثث بالتبريد، وهي العملية اللي تسمى علمياً كرايو بريزرفيشن. هالمركز المزمع إنشائه اسمه تايم شيب أو سفينة الزمن، وبدأ العمل على إنشائه في مدينة كومفورت في تكساس في أمريكا.
في الحقيقة فإن تايم شيب مش فقط مركز لحفظ جثث البشر، بل أيضا الخلايا والأنسجة والأعضاء، يعني بيكون أكبر بايو بانك أو بنك حيوي على مستوى العالم، وراح يحفظ تقريبا 50,000 جثة. السؤال الآن هو لماذا يحفظون الجثث؟ يقول العلماء إنه ربما يتقدم العلم وتطور التكنولوجيا في المستقبل لإعادة البشر للحياة، فبحثوا عن دولة بتكون مستقرة خلال 100 عام على الأقل، فما لقوا غير أمريكا، وصمموا المركز بحيث ما يتأثر لا بالهزات الأرضية ولا بالثورات الشعبية ولا بالكوارث الطبيعية، ويبقى صامداً في وجه الأوبئة والهجمات الإلكترونية وغيرها، يعني حسب حساب كل الأخطار المحتملة من القناصين إلى الاحتباس الحراري. لكن السؤال الملح هو الآن، كيف تتم عملية التجميد؟ بخبركم شيء، خلايا الجسم تحتاج إلى أكسجين علشان تعمل، صح ولا لا؟ ولكن لما تنخفض الحرارة في داخل الجسم تقل الحاجة عند الخلايا للأكسجين. ليش؟ لأن التفاعلات الكيميائية الضرورية لعملية الأيض أو الميتابوليزم تقل، ولكن في حالات التجمد القصوى يتوقف الأيض تماما. وعلشان يحافظون على سلامة الجسم لازم يحفظون مش فقط أعضائه الداخلية، بل أيضا الأنسجة والخلايا والأعصاب. بس المشكلة هي أن الماء المتجمد يتلف الأنسجة في داخل الجسم، لكن العلماء توصلوا لتصنيع مادة كيميائية تعمل كمانع للتجمد أو أنتي فريزر، وفعلا جربوها على كلية أرنب، ولما تجمدت تحولت إلى شيء أشبه بالزجاج، باردة لكنها سليمة. حد بيقول يعني معقول الكلام هذا؟ هناك مركز في مدينة سكوتسفيل في أريزونا اسمه ألكور. هذا المركز فيه 149 جثة مجمدة لناس من مختلف الأديان والأعراق، فهناك يهود ومسيحيين ومسلمين، بعضهم تم تجميد جثته بالكامل وبعضهم الرأس فقط، ووصل عدد الناس المسجلين للتجميد بعد الموت إلى أكثر من 1,000 شخص. السؤال الآن هو كيف تتم عملية تجميد الجثث؟ لما يموت الإنسان يكون أمام الأطباء دقيقة واحدة فقط علشان يخفضون حرارة جسمه إلى 10 درجات مئوية، وبعدين ينقلون الجثة إلى مركز ألكور، فيقوم الفريق الطبي بسحب الدم من الجثة وحقنها بالمادة المانعة للتجمد، وبعدين يلفون الجثة في شيء مثل سليبينج باج ويدخلونها مقلوبة في خزان ويضخون فيه نيتروجين مسال تصل حرارته إلى ناقص 196 درجة مئوية. هذه التقنية يمكنها حفظ الأجسام والأنسجة والخلايا لأكثر من 1,000 عام دون أن تتأثر أو تفسد. حد بيقول لا مستحيل، هذه التجارب والتجميد لن تنجح. طيب هناك تجربة مثيرة جدا سووها العلماء على مجموعة من الديدان، جابوا الديدان وخلوها تتعرف على روائح معينة، وبعدين قاموا بتجميدها بنفس الطريقة اللي ذكرناها قبل قليل، وبعدين أذابوا الجليد عنها فرجعت الديدان لحالتها الطبيعية، وأيضا قامت بالتعرف على الروائح مرة ثانية. التجربة الأخرى سووها العلماء على دماغ فأر، فجمدوه مثل ما جمدوا الجثث مال البشر، وبعدين أذابوا الجليد عن الدماغ. شو اكتشفوا؟ اكتشفوا بأن الدماغ خلاياه سليمة، أنسجته سليمة، وقال أحد العلماء بأن الدماغ في حالة ممتازة. في عام 1986 حصلت حادثة غريبة، سقطت فتاة اسمها ميشيل فانك عمرها 2.5 سنين في حفرة جليدية، وبقت هناك لمدة ساعة حتى عثروا عليها. لما نقلوها للمستشفى الأطباء قالوا بأنها توفيت، لكنهم عملوا شيء، قاموا بتسخين الدم في جسمها باستخدام آلة القلب والرئة، وهي آلة تستخدم في العمليات الجراحية لتحل محل القلب والرئة بشكل مؤقت، وبعد ساعتين من تركيب الآلة عاد النبض إلى جسمها واستفاقت من الموت كما يقول الأطباء. السبب هو كما يظن بأن الجو البارد جدا في داخل الحفرة أصاب الدماغ بحالة تجمد سريعة، مما أبطأ من حاجز الدماغ للأكسجين، فالخلايا نجت من التلف. ولكن لا أحد يعرف بالضبط حتى الآن كيف توقف قلبها ودماغها
ثم عادت ميشيل للحياة بعد 3 ساعات. بعد كل ما سمعناه وشفناه يبرز سؤال فلسفي: ما تعريف الموت؟ فقديما لما كان الشخص يسقط من فوق حصانه ويتوقف قلبه ويقف هو عن التنفس يقولون عنه بأنه مات. لكن الآن لما يتعرض شخص لحادث أقسى من سقوطه من على الحصان شو يسوون؟ يودونه لغرف الطوارئ وينشطون قلبه لين يشتغل. إذن مفهوم الموت قد تغير. وإذا كان الموت يعني موت خلايا الدماغ، فالعلماء في مركز ألكور وغيره من مراكز حفظ الجثث بالتجميد يقدرون أنهم يحفظون الخلايا والأنسجة لمئات السنين بدون أن تتضرر أبداً. لهذا يقول ماكس مور رئيس مؤسسة ألكور، يقول أن تعريف الموت اليوم سيختلف عن تعريفه في المستقبل، رغم أن العلماء ما يعرفون إذا بيكون من الممكن أنهم يعيدون الناس من الموت في المستقبل أم لا. لكن مراكز التجميد هذه ما تسعى لهذا الهدف فقط، بل أيضاً راح تفيد الناس اللي يحتاجون زراعة أعضاء كالكلى. ففي كل يوم يموت 12 شخص في أمريكا فقط بسبب الفشل الكلوي، بينما تهدر 500 كلية سليمة المتبرعين كل عام. تعرفون ليش؟ لعدم وجود مراكز تحفظ الكلى بطريقة سليمة ولمدة طويلة. تصوروا كم راح تغير هذه المراكز في مجالات البيولوجيا والطب، وكم راح تخفف من معاناة البشرية. الهدف من وراء هذه التجارب والأبحاث ليس فقط إطالة عمر الإنسان، فهذا عمل مهم ومطلوب، لكن أيضا إطالة صحته إلى آخر يوم في حياته دون أن يقع فريسة للأوجاع والأمراض. هي لحظة الكشف البعيد.